بقى نروح لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. خلصنا المرحله الاولانيه من الاختبارات في محافظات كتير، منها السويس واسكندريه والغربيه والشرقيه، وكانت ناجحه جدا. ولاحظنا ده، احنا عرضنا معاكم الحلقه اللي فاتت يعني جزء من اختبارات قطاع الناشئين، وكانت في الحقيقه يعني حاجه ممتازه جدا. ويمكن دخل معانا كابتن بدر رجب قال لنا رساله مهمه جدا، قال ان ضروري جدا ان الاسر واللعيبه تهتم او تبقى ما عندهاش شك وهي داخله انها تاخد فرصه كامله. ده شيء مهم قوي. النادي الاهلي اعلن عن موعد بدء المرحله الثانيه لاختبارات الناشئين بالمحافظات، هتقوم طبعا في بني سويف واسيوط بدءا من 25 و28 يونيو الجاري على الترتيب. تبدا عمليه بيع الاستمارات للاختبارات في محافظه بني سويف، في محافظه بني سويف اعتبارا من 22 يورو الجاري في الواحده ظهرا بمركز التنميه الشبابيه شرق النيل، وتقام الاختبارات بالمراكز بالمركز منذ السابعه صباحا بدايه من يوم 25 وحتى 27 من الشهر. وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات منذ الواحدة ظهرا اعتبارا من يوم 25 يونيو باستاد جامعة أسيوط، وتقام الاختبارات على استاد الجامعة في السابعة صباحا بدءا من يوم 28 وحتى يوم 30 يونيو. وطبعا كان الأهلي قد أجرى المرحلة الأولى للاختبارات الناشئين زي ما قلت لحضراتكم، راحوا تقريبا الشرقية والغربية والسويس واسكندرية، ده بعد ما أقيمت الاختبارات كمان في مدينة نصر على ملعب الأكاديمية فرع مدينة نصر، تقريبا راحوا كل حاجة. وأعتقد إن احنا في 7 دي سبورت هنا تابعنا الاسبوع الماضي اختبارات الاهلي وقت ما كانت في محافظه الغربيه اثناء الحلقه يعني، وكابتن بدر رجب دخل معانا واتكلم بكل شفافيه عن تفاصيل الاختبارات وعمليه الاختبارات في قطاع الناشئين. يمكن عاوز ااكد تاني على كلام كابتن بدر رجب وافكركم بيه، قال لهم بالظبط روحوا اختبارات النادي الاهلي وانتم مطمنين ان المواهب هيكون ليها فرص وهيتشاف وهينجح. الاهلي بيدور على المواهب وبيروح لهم لحد عندهم في كل مكان. يعني الفتره اللي فاتت من الغربيه للسويس لاسكندريه للشرقيه، والفتره اللي جايه لسه في محافظات الصعيد كمان. يمكن الناس كانت بتطالب، انا شفت تعليقات حضراتكم على الحلقه اللي فاتت، ليه مش بتروحوا الصعيد؟ اديهم رايحين الصعيد، واكيد هنتابع معاكم سير عمليه الاختبارات في الصعيد خلال برنامجنا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. يعني كل ولي امر شايف في ابنه موهبه عندك فرصه في اختبارات النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي جاي لك لحد عندك، والمره دي هتاخد فرصه في المكان اللي انت فيه، مش هتحتاج تسافر، مش هتحتاج تروح حاجات كتير. احنا معاكم وبنروح لكم، والنادي الاهلي يعني تقريبا من الانديه القليله جدا اللي بتعمل اختبارات في المحافظات.